بخصوص الملف اللي اليوم أصبحت هو يعني مطار نقاش لدى الرأي العام ديال قضية مون بيبي، وباعتبار أنه إحدى المشتكيات اللي كانت ضحية ديال هذا الحساب ربطت بنا الاتصال وعلى أساس التكليف بالنيابة، وبطبيعة الحال في التخابر معها بشأن هذه القضية هذه والملابسات ديالها اللي كنتمناو أنه أن يعني القضاء يعني في هذه المحطة الثانية من هذا الملف ياخذ له مجرى ديالو ويعني ويتنصفوا الأطراف ديال هذه القضية في إطار الضمانات والحقوق وفي إطار مراعاة الأضرار البالغة اللي لحقت بالمنوب عنها باقي المشتكيين والمشتكيات اللي كانوا ضحية ديال هذا الحساب. واللي كنتمناوه أن القانون يطبق. إحنا يا واحد الجيل اللي عانى من ما يسمى بتطبيق القانون بصرامة من حديد. هذا التطبيق ديال القانون بصرامة من حديد هي ثقافة بصراوية. اليوم كاينة ثقافة حقوقية، ثقافة ديال دولة الحق والقانون، وبطبيعة الحال دولة الحق والقانون دارت المساواة بين كافة الأطراف. ما كاينش فرق ما بين دنيا باطمة وغيرها من 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 باقي المتهمين التي تعرضوا على أنظار القضاء. فنظن اليوم، وأنا ما ندخلش في التفاصيل ديال الملف لأنه كاين أمور مرتبطة بالسرية، أنا الموكلة ديالتي حكات لي وتواجهت معها وعندها دلائل دامغة على أنه كاين تورط ديال المشتكى بها اللي هي السيدة دنيا باطمة. أتمنى أنه النيابة العامة في هذه المحطة تكون صارمة، السيد قاضي التحقيق، ومي كنقول صارمة ليس باش ما يقولش شي واحد كتناقض بالصرامة اللي كنا كنعرفوا ديال تطبيق بن حديد. حنا ماشي مجتمع انتقامي، ماشي مجتمع كما قال السيد وزير العدل المحترم السي بن عبد القادر في إحدى الندوات قانون جنائي شعبوي، ولكن بغينا دولة الحق والقانون تطبق ويكون الجميع متساوي أمام القانون. ما كاينش هذا نديروا له كفالة حيث هذا وهذا يتعتقل اعتقال احتياطي حيث ما عندوش الضمانات، وخاصة أن اليوم الفرقة الوطنية مشكورة والأمن المغربي مشكور بدل واحد المجهود جبار في يعني في تنفيذ الإنابات القضائية الدولية، وأنه تم استقدام مجموعة من الأشخاص ذوي ارتباط بهذه المسألة، وكذلك أنه السلطات القضائية لا على مستوى النيابة العامة ولا على مستوى السلطة القضائية يعني وزارة العدل في إطار التعاون الدولي ساعدت باش هذا الملف يتقدم بواحد الشكل سريع وشكل بما يخدم العدالة وبما يخدم جبر الضرر ديال المشتكيين والضحايا في هذا الملف. وباعتبار دفاع ديال الضحايا ديال هذه السيدة دنيا باطمة، تنقول من خلالكم من خلال قناة شوف تيفي مشكورة اللي وكبت هذا الحدث ووكبت واحد العديد المحطات ودون دخول ومساس بسرية التحقيق وسرية البحث، بغيت نقول على أنه كنتمنى في هذه المحطة يتنصفوا الضحايا ويتجبر الضرر ديالهم المعنوي بتطبيق القانون السليم في حق المشتكية. يعني لأنه هذا الشيء أمام يعني الآن أمور وضحت وغدا توضح أثناء المحاكمة لما نتنصبوا كمطالبين بالحق المدني سواء أمام السيد قاضي التحقيق إذا أحيلت القضية على قاضي التحقيق
أو إذا أحيلت على الجلسة مباشرة. ما نتمناه إنصافنا ورد عاد السيدة لأن تجاوزت كل الحدود ومست بأعراض الناس وقاست أسر وترتب على ذلك يعني مآسي، وكاين يعني اليوم قرائن وكاين حجج ضدها. وهذا لما تنقولوا الردع وتطبيق القانون ليس بخلفية انتقامية وليس بخلفية ديال قانون جنائي شعبوي، ولكن في إطار دولة الحق والقانون، في إطار تطبيق القانون السليم، في إطار الإنصاف وإعمال قواعد الحق والعدالة بالنسبة للضحايا. شكرا لكم.